بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع هدى بإحسان إلى يوم الدين. الأحباء الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متعنا الله جميعا بالصحة والستر والعافية ورحمة البال، اللهم أمين. حلقتنا النهاردة بإذن الله تعالى بنواصل مع بعض النباتات العطرية، ونبات الشيح النهاردة معانا بأمر الله. بس النهاردة إن شاء الله إحنا هننقله في حاجة أكبر زي ما إحنا شايفين قدامنا، لأن إحنا عارفين الفوائد الصحية والفوائد التوازن البيئي اللي اتكلمنا عنها، فهننقله في حاجة أكبر تدينا نموات أكثر بإذن الله. وهنتكلم على بعض المعلومات البسيطة اللي لما نيجي نشتري إن شاء الله أي نوع من أنواع الشتلات نبقى عارفينها. وهنبدأ مع بعض أول فقرة لي، وتعالوا مع بعض الفقرة الجاية إن شاء الله. وهنبدأ مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم. أول فقرة لينا إحنا هنتكلم عن نبتة الشيح، وهنتكلم عن بعض المعلومات المهمة لما أجي أشتري أي نوع من أنواع الشتلات. المعلومات المهمة دي بسيطة جدا وسهلة جدا، هتفرق معانا كتير لما أجي أتعامل مع أي نوع من أنواع الشتلات. أول حاجة لما بتجذبنا في الشتلة اللي إحنا بنشتريها، سواء الشيح أو نباتات عطرية، نعناع، ريحان، أي نوع من الأنواع، الشكل الخارجي أول حاجة بتلفت نظرنا ليها، الجمال والرونق بتاع الشكل الخارجي للشتلة. النقطة المهمة جدا واللي تفوق النقطة الأولى معناها مهمة جدا، إن أنا أما أجي أشتري شتلة أشوف الفتحات الصرف تخرج منها الجذور. معناه إيه إن الجذور تبدأ تخرج لي من فتحات الصرف؟ معناه إن التربة اللي موجودة فيها الشتلة فيها كل المكونات الطبيعية اللي بتحتاجها الشتلة أو النبتة تتغذى عليها. لما بتتغذى عليها بتبدأ الجذور بتكبر وبتبدأ تخرج لي من فتحات الصرف. لما بتخرج لي في فتحات الصرف معناها إن شاء الله لما أجي أنقلها في مكان أكبر بأمر الله تعالى هيحصل لي عملية نمو أكبر. يبقى أنا عندي هنا المقارنة اللي هنقارنها مع بعض. هنا الشتلة اللي إحنا جايبينها في فرق طبعا بين الاتنين، لكن الشتلة اللي على الشمال هي زي ما كانت نفس الحجم لكن كانت بنفس اللون والرونق الشتلة التانية. فهنبدأ نعمل تجربة لعل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يأذن بأنها تبدأ تديني نموات. لو ما ادتنيش نموات هي برضو فيها القدرة على أنها بتديني رائحة اللي هي بتعمل لي توازن بيئي في البيئة كطاردة للزواحف زي ما اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات. يبقى احنا هنا هنعمل تجربتين. أول تجربة هنتكلم عن الجذور الموجودة في الشتلة الصحية اللي احنا شايفينها على اليمين، والشتلة اللي على الشمال هنحاول ان شاء الله ننقلها ونديها الغذاء الطبيعي لعل الله سبحانه وتعالى يأذن بانها تدينا انتاج او نعمل لها عملية اعادة الحياة مرة اخرى باذن الله تعالى. يبقى احنا هنا الجذور لما تكون موجودة عندي متشعبة في فتحات الصرف معناها فعلا ان التربة الزراعية بتديها الغذاء اللازم ليها. لو احنا افتكرنا او نفتكر مع بعض النعناع، احنا الحقيقة ما شفتش الفتحات الصرف خارج منها الجذور، معناها كده ان التربة زي ما قلنا صلبة ومكتومة، بتبقى صالحة ان تبقى فيها بقى نمل، تبقى فيها حلزون، تبقى فيها زي هنقول ايه زي المحار، في حاجات كتيرة جدا بنلاقيها في التربة غريبة وعجيبة. ليه؟ لانها مكتومة فهي صالحة لأي حاجة غير ان الجذور تمتد فيها. فاحنا كده خلاص خدنا معلومة مهمة جدا، لما باجي اشتري الشتلة ارفع عندي الحوض البلاستيك وابدأ اشوف الفتحات الصرف، الجذور خارجة منها معناها انها صحية، معناها انها ان شاء الله تديني نمو. زي ما احنا شايفين الشتلة دي زي ما انا شارياها بالظبط، مفيش جذور او تكاد جذر بسيط جدا خارج من فتحة الصرف، لكن الشتلة اللي احنا شايفينها دي الجذور خارجة ومتشعبة في كل فتحات الصرف، عاملة زي الشبكة في قاع الحوض البلاستيك او الكوباية البلاستيك الموجودة فيها. احنا كده بامر الله تعالى ماشيين خطوات صح. احنا هنا نعملها في وعاء اكبر، حاجة فخار او قلة، دي قلة وهنبقى في فيديو مخصوص عن القلة وعن الاهمية الصحية للقلة، او اي قصرية زرع فخار او اي وعاء فخار بيبقى ليه مهمة كبيرة جدا، بيحفظ لي على النبات، بيحفظ لي على الرطوبة المهمة جدا اللي بيحتاجها النبات اثناء النمو. طبعا لو ما عندناش حاجة فخار او قلة او اي حاجة من الحاجات الفخار اللي احنا هنتكلم عنها باذن الله تعالى في فيديو جاي بامر الله، اي حاجة بلاستيك او اي احواض بلاستيك زي اللي احنا بنشتريها. دي نقطة. النقطة التانية بقى هنبدأ نفك الشتلة ونبدأ نتعرف عليها ونبدأ مع بعض الخطوة الجاية، وتعالوا مع بعض الخطوة الجاية ان شاء الله.
ورجعنا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما شفنا في المقدمة والفقرة الأولى، تعرفنا على معلومة مهمة جدا، أهمية خروج الجذور من الفتحات عشان تديني علامة على إن الشتا اللي احنا جايبينها بأمر الله تعالى هتبدأ تدينا النمو. آدي الجذور خارجة من الفتحات زي الشبكة في أسفل الحوض أو القصيص البلاستيك، وده مهم جدا جدا. لو احنا لاحظنا إن فعلا الشتلة اللي خارج منها الجذور الصحة والحيوية باينة على فروع النبات بعكس الشتلة التانية. هي الشتلة التانية كانت زيها في الحقيقة، بس ما كانتش بنفس النمو، كانت نفس الشكل بالظبط بنفس الكمية. احنا هنا عملنا ايه؟ فضينا الشتلة وزي ما احنا شايفين متشعبة. هنا بقى قلنا ايه في المعلومة اللي فاتت؟ الجذور لما تبقى خارجة من فتحات الصرف معناها ان التربة صحية وخدت الجذور الغذاء الكافي ليها وعايزة تتنقل لحاجة اكبر. يبقى انا كده خدت معلومتين، تربة هي اهم حاجة عندي، تربة صحية بالنسبة للنبات، والمعلومة المهم بالنسبة لي انها عايزة حاجة اكبر تبدأ ان شاء الله تمتد فيها. زي ما احنا شايفين كده النبات عندي متشعب من الشكل الخارجي لشكل النبات الخارجي والجذور. هنبدأ بقى نحطها في، لو عندي بقى السيس بلاستيك، عندي قلة، عايزين نقول ان الحاجات الفخار مهمة لانها حاجات من البيئة الطبيعية بتعمل لي على تنقية المياه اللي هي بتدخل لي في النبات، بتنقيها من كل الشوائب الضارة اللي بتضر جذور النبات. وعشان كده انا بأكد وهيبقى في فيديو بأمر الله تعالى عن القلة كحاجة طبيعية نقدر نشرب منها، برغم ان احنا عندنا التلاجات ومقاومات ان احنا نشرب ميه ساقعة، بس الافضل الشرب من القلة، وهيبقى في ان شاء الله فيديو عنها. هنا ادي الشتلتين زي ما احنا شايفين، ادي الشتلة اللي فيها الجذور واضحة، والشتلة التانية بإذن الله تعالى هنحاول نعمل لها إعادة الحياة بأمر الله ونشوف النتيجة. احنا هنبدأ معانا مجموعة إيجابية في الأسباب لنجاح الشتلة، وعندنا مجموعة سلبية في أسباب الفشل بتاع الشتلة. سواء النجاح أو الفشل دي حاجة خارجة عن إرادتنا، لأن احنا اشترينا الشتلة بالشكل اللي احنا شايفينه ده، سواء اللي مدياني مزخرة زي ما احنا شايفين كده، أو الشتلة اللي هي عدت عليها حوالي سنة ونص تقريبا. هنمشي الخطوات. الهدف ان احنا من خلال الخبرة المتواضعة اللي احنا بنكتسبها من التعامل مع النبات بنعرف أسباب النجاح وبنعرف أسباب الفشل. بنجرب مرة واثنين وثلاثة لحد ما نطلع للنتيجة المهمة اللي من خلالها بعرف أسباب ونجاح فشل أي شتلة. وهنبدأ مع بعض الخطوة الجاية إن شاء الله. ورجعنا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين بدأنا نقلنا خلاص الشتلة بتاعت الشيح، خلينا التربة مندية نوعا ما، حطينا لها قليل من الماء عشان لما نيجي ننقلها بالجذور تبدأ تستجيب معانا مع التربة الجديد. ودي الشتلة بتاعت الشيح اللي احنا قلنا عليها بقى لها حوالي سنة ونص. هنحاول بإذن الله تعالى احنا من خلال التجربة للشتلة دي او دي بنعرف اسباب الفشل واسباب النجاح عشان نبقى عندنا خبرة. اول بامر الله تعالى لما نبدا نشوف اي شتله نبقى عارفين اسباب النجاح ايه، هل السبب في نوعيه النبات او نوعيه التربه، بامر الله يبقى عندنا خبره متواضعه. هنا خلاص حطينا الطينه او التربه الزراعيه، هنبدا نحط حوالي سنتي ونص كمان عشان يبقى في تجانس ما بين الشتله وما بين التربه الزراعيه الجديده. بعد ما نحط بقى الشتله ونكمل بقيه الطينه هنبدا نحط لها بقيه الميه. يبقى احنا في اول حاجه بنحط الطينه والتربه الزراعيه مبتله بعض الشيء، وبعد كده بنضيف عليها الشتله وبنكمل التربه الزراعيه. هنبدا بقى بعد ما نحطها نحطها بقى في المكان، سواء في بلكونه او في سطح زي ما احنا عايزين، هنحطها في اي مكان. نبدا بقى نبلل التربه الزراعيه ونبدا نحط لها الميه، نعمل لها نضيف الميه، نغمرها بالماء، لان احنا لما بنغمرها بالماء بنقعد فتره من الزمن، ممكن 3 4 ايام اسبوع على حسب ما بتبدا تتشرب من الميه اللي احنا بنضيفها، لان هي تعتبر التربه بتبقى مكان جديد عليها او بيئه جديده عليها، فبنبدا نديها نسقيها كويس جدا وبنسيبها فتره من الزمن. وبعد كده بنبدا ان شاء الله نسقيها مرتين في اليوم لو الجو حر، مرة الصبح بدري ومرة المغرب بعد الشمس ما تغرب بأمر الله تعالى، عشان إن شاء الله نتابع نمو النبات بطريقة صحيحة. وتعالوا مع بعض للخطوة الجاية إن شاء الله.
ورجعنا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنا نقلنا الشتلة، خلاص هنبدأ نحطها في السطح او في البلكونة على حسب المكان اللي نحطها فيه، وبعد كده ان شاء الله نبدأ نغمرها بالمية. وزي ما قلنا احنا بنسيبها مجموعة من الايام على حسب ما تبدأ تتشرب عندي المية. ادي هنا احنا غمرناها بكمية من المية، لازم بنيجي ننقل اي نوع من انواع الشتلات بنحط لها ري غامر وبنسيبها فترة من الزمن لما بتبدأ تتشرب كل السوائل. احنا هنا عندنا مجموعة او شتلتين، عندي شتلة فيها الجذور وعندي شتلة بنحاول بأمر الله تعالى نعرف الاسباب، هل في امل بإذن الله تعالى انها تدينا انتاج؟ لو ما ادتناش انتاج يبقى من خلال التجربة مرة واثنين وثلاثة بنعرف ايه الاسباب، علشان لما نبدأ نبص لأي نوع من انواع الشتلات او الزراعات نبقى عارفين بأمر الله تعالى السبب من النبات او السبب من التربة، لو في لا قدر الله فشل، ولو في نجاح برضو بنعرف ان السبب من التربة او من نبات. خطوات سهلة جدا وبسيطة، واهم اسباب نقدر نعممها على اي نوع من الشتلات او النباتات. اول حاجة لما اجيب الشتلة عندي سببين ان انا اشتري الشتلة، الشكل الصحي اللي زي ما احنا شايفينه كده، واهم نقطة كمان ان الجذور تبقى متشعبة وخارجالي بره فتحات الصرف. قلنا خروج الجذور من فتحات الصرف بتديني دلالة على بعض المعلومات المهمة، ان التربة الزراعية فيها بعض الغذاء والفيتامينات والمعادن اللي بتحتاجها الشتلة واللي بتتغذى عليها. لما بتتغذى الشتلة او النبات بيبدأ يديني جذور كتيرة متعددة متشعبة، وبرضه معناها ان بأمر الله تعالى لما انقلها في حاجة اكبر هتبدأ عندي في نمو وتزايد في الانتاج بإذن الله تعالى. يبقى احنا كده من خلال التجربة بنحاول نعرف الاسباب، وسواء الاسباب الفشل او النجاح لاي نوع من الشتلات. واحنا زي ما قلنا ان الصبار او الريحان او البابونج او اي نوع من انواع النباتات العطرية مفيد جدا ومهم جدا، سواء للتوازن البيئي او للصحة. وعندنا قلنا نركز على الشيح، طالما بدأنا بأمر الله تعالى نزرع نباتات عندنا طماطم فلفل خضار فاكهة، يبقى انا بأمر الله محتاجة توازن طبيعي، ابعد عن الحيوانات والحشرات الزاحفة الغير مرغوب فيها اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت. برضو في نباتات عطرية كتيرة جدا متعددة جدا ومهمة وطاردة للحشرات، بس دول اهم نباتين اللي هو النبات النعناع والشيح، ليهم توازن بيئي يخص الزراعات اللي احنا بنزرعها سواء في البلكونة او في السطح زي ما احنا اتفقنا. نقلناها بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وبرضو بامر الله هنتابعها ونشوف خطوات النمو وبنشوف ان احنا ماشيين صح او غلط. وبرضو بنركز لما نيجي نشتري الشتلة، اهم حاجة عندنا نلاقي الجذور خارجة من فتحات الصرف، هتفرق معانا كتير جدا جدا، هتفرق معانا لما نيجي ننقلها في حاجة اكبر، هتفرق معانا في طرق الرعاية، وان شاء الله هيبقى يدينا انتاج. هنحاول بإذن الله تعالى ناخد ساق من السقان بتاعة الشيح ونعمل لها ان شاء الله نزرعها في تربة زراعية، وكل التجارب دي بتعلمنا الخبرة البسيطة المتواضعة ازاي نتعامل مع الشتلات ونتعامل مع النبات، ويبقى برضو عندنا خبرة ما بنيجي نشتري اي شتلة نبقى فاهمين وعندنا علم ودراية متواضعة ازاي اقدر اختار الشتلة الصح عشان ان شاء الله ما يحصلش اي مشكلة بإذن الله تعالى. لحد ما نتقابل بإذن الله تعالى في فيديو جديد، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.